ديكلاراسيون هكذا كما يحب السعيد يسكانيهم، كي تسمع هكذا الديكلاراسيون تحس باللي كاين سيرينيتي صحيح، تركيز صحيح، ومسؤوليه. نظن باللي ان شاء الله هذا هو المفتاح اللي حيكون مفاتيح روح القتاليه ومجموعه ان شاء الله. تفضل. باش نهني الناس من بكره ان شاء الله، عندنا فريقين، فريق فيه دي زانديفيدياليتي لا مقارنه بين الجزائريين والفريق المنتخب البوركينابي، ما كاش يعني المستوى هنا عالي، تبقى الروح وتبقى اللعب الجماعي وتبقى الكتله كرجل واحد، احنا نكونوا اذا كنا في هذا المستوى راح المباراه نزيد لك عمر. نعم، الافكار التكتيكيه ايضا، هذه هي التكتيكيه كما كي تقول تكتيك، احنا نتكلموا على التكتيك تكتيك ديكيب، اذا كان نتكلموا على التكتيك ديكيب تو الموند كونسيرني في الحاله الدفاعيه وكلنا كونسيرني في الحاله الهجوميه وبطريقه منظمه. لا ديفيرونس تندار سور لو بلون انديفيديوال، عندنا لاعبين في مستوى عالي بارابور لبوركينا فاسو والفرق يكون هناك بسرعه. نعم، البنك الاحتياطي او عنده مهمه كبيره، عنده دور. انا شفنا اليوم مباراه تاع السنغال شكون اللي داروا لا ديفيرونس، خاصه احنا اللي عندنا اللاعبين اللي كما تفضل تكلم سعيد سور لو بلون انديفيديوال، ونا دي جوار دو كاليتي. نعم، ان شاء الله البنك الاحتياطي يقدر يصنع الفرق غدوه ان شاء الله.